مساكم الله بالخير والرضا والنعيم، عدنا والعود أحمد من جدة عروس البحر الأحمر وأم الرخا والشدة. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتسم يا مال الشحم، الدنيا تحتاج ابتسام. أنا أدري إنك تقول مهبول أنا أضحك الليل والنهار، ولا قلبي في ضيق، ولا ما عندي إحساس. مشاكلك، مصاعب الحياة اللي تمر عليك، أمورك وظروفك الشخصية، بدال ما تقعد مكشر كذا واجهها بابتسامة، تراها تتمشي معك. ما يبى العالم يشوفون فيها الانكسار مبتسم، والابتسامات من طبع الحزين. ويقول شاعر: ابتسم ما كان يلي من شقى الأيام شاقي، وابتسامات الحزينة شد وقسى من دموعه. ويقول شاعر: الحزين يشوف في بسمة السترة نجاه، لو ورا البسمة من الحزن قومة وقعدة، فانت اضحك للدنيا تضحك لك. يزيدك من زوايا، تفضل. انت عندك واحد يرسم لك الخطه، يقول لك كل مكان حط لك. والله ما غير دعوه والدين يا سيد، وترى الفرص مثل السحاب عجلتها. عز الله انك صاد. انا اشوف، وابو عبد الرحمن اخبر مني انك تاخذ لك ارض خام ب 600 في اي مكان كان، ما تستفيد منها، صدقت. لا تاكل صدقت. ولا تشرب، وتحتريها متدبل. الله الله، حطها في شقه يا سلام، واجرها 5 سنوات وانت مطلع سعرها، وتبيعها دبل. هذا حسب خبرتي في العقار، ولا لا يا ابو عبد الله؟ كلام صحيح. يعني الحين انت تقصدني سعيد يا ولد ابوي؟ تبغاني الحين ابيع اراضي سعيد واشتري هنا؟ ولا سعيد يا اخوي، كان في فلوس اشتر. دق على ابو صياف خليه يسلف. والله الودي، بس ابو صياف شايب كبير ما عنده. دق على عمك منصور، ما عندهم ذولي. كيف قل عيالهم، عيالهم هم اللي عندهم. دق على صياف خليف، ايوه قل زي كذا. ايه يمكن صح. دق على منير ناصر، دق على ذوي سفير، ما في؟ والله مليانين عندهم، والله يزيدهم من زوايا، تفضل. لكن انا ما احب الدين. سعيد، انا اشوف ان عرض ما يتفوت. لا تقول ما احب الدين وتروح تخمخم الاراضي اللي فهم مخططات كلها قفا، ما حتى يبي واجه. انا تدري، انا قبل اخذت من ابو ربيع 250، ايوه، لكن المره هذه توقعناها منك. انا ما دام اني موجود عندي ابو عبد الرحمن، ابى اخذها منك واشتريها. شوف يا سعيد، وانا كيف يا غازي؟ اشوف يا ابو عبد الله، كان ما سددتك انا عمك. ها وش تبي غير؟ شوف يا ابو، وش تبي؟ شوف يا ابو المها، والله يا ابن الحلال انك. انا لا تحسب اني غازي ولا هذا، لا قال تم. هلت مثل غازي واقوى. شوف ركبي، شوف. طبعا في مقر المشروع يا جماعة، جميع البنوك اللي خلصونك، انت وش تبغى؟ يشوفون الالتزام اللي عليك ويعلمونك انت راتبك يتحمل ولا ما يتحمل وانت واقف. فاذا حاب تستفسر ما يحتاج تروح البنك، تعال شوف المشروع حق فاق وشوف اللي يجوز لك واللي ما يجوز لك، والله يكتب لكم اللي فيه خير ويسر لكم اموركم. هذا مجسم مشروع فاق، وانا انصحكم نصيحة خوية، اللي يقدر يقدم. ترى الخوف في العقار ما هب زين، واللي أمسة تلري على كبد الشر. اقدم يا مال الشحم، والله يبي يفتح لك باب رزق من عندي.